بالعنوان المتفق عليه قضية الفداء ووراثة الخطية. أبونا الحبيب أبونا ماركوس مرجان جميعنا نعلم أنه دكتور في اللاهوت، له دراساته اللي ربنا سنده فيها وأخذ الإجازة بتاعته والشهادة الكبيرة من أتينا، وهو يدرس في إكليريكيات ومعاهد عديدة. ونشكر الله من أجل حضوره معنا الآن، ورح نستمتع ونتعلم من فم أبينا. ربنا يدينا نعمة وبركة ويستخدم هذه الكلمات من أجل المعرفة القبطية الرصينة التي نسعى أن نتعلمها. حلونا يا باي. بسم الله الرحمن الرحيم والروح القدس الله الواحد أمين. يسعدني جدا أن ألتقي بمحب المعرفة والعلم، أهل اسكندرية اللي لها تاريخ وشهادة عالمية منذ القرون الأولى. اسكندرية كانت طول عمرها منارة، فإحنا بنيجي بنستضيق بنوركم ومعرفتكم ونتعلم. أبونا أثناسيوس قال كلام كبير وإحنا تحت رجليه، وبشكر أولا ربنا على نحن نتقابل مع بعض الليلة رغم بعض المعاكسات يعني أو الصعوبات، لكن ربنا أراد أن احنا نتقابل. يعني بشكركم، بشكر سيدنا نيافة الأنبا بافلي وسيدنا أنبا هرمينا، وبشكر كل أباء الموقرين وتسابونا أثناسيوس طبعا يعني بيبذل مجهود ضخم وبيحتملنا. النهاردة احتملني، خد امتياز في الاحتمال، فأنا بعتذر لو تسابونا وليكم حقوقوا عليا، تأخرت شوية. الموضوع حقيقة يعني ليس جديدا، ولكنه ينال بعض من الاهتمام أو كل اهتمام البعض أحيانا، فهو حساس وشائك شوية. ما كناش نشعر بالخطورة دي من كام سنة لورا، لكن أصبح الموضوع فعلا خطير، وأصبح الموضوع جاد، وأصبح الموضوع يتعلق بقضية تهم خلاص نفوسنا وتهم حياتنا. قضية الخطية أو وراثة الخطية أو وراثة الفساد أو وراثة اللعنة أو فساد الخطية أو فساد الطبيعة البشرية أو خطيئة الطبيعة البشرية أو الطبيعة الخاطئة، كل اللي أنا قلته ده هي الخطية الأصلية، هي الأوريجينال سين، هي السين، هي البرو باتريكي أمارتما. الآباء لما كتبوا عنها قالوا برو باتريكي، برو يعني سابق وباتريكي من باتروس يعني أب، فاللي هما الآباء الأولين والأب الأول برو باتريكي. أمارتما هي الخطية، أو برو باتريكو أمارتما عشان أمارتما في المحايد تو أمارتما. الخطية الأصلية أو الخطية الجدية، أو بعض الآباء لو هما بيتكلموا عنها سموها هي أذاميكي أمرتية، يعني الخطية الآدمية تو أذام، خطية آدم. فخطية آدم أو الخطية الجدية بكل مسمياتها هي شروحات لمعنى واحد والموضوع واحد، هو ملخص لما حدث في الإصحاحات الأولى من سفر التكوين. حد ما يعرفش سفر التكوين؟ مش ممكن حد ما قراش الخطية الأولى. لكن يبدو ان حراك العصر الحديث والصراع الفكري والمجادلات اللي هي الإيمانية او التي تخص الإيمان او التي تجرح في الإيمان احنا تعودنا عليه، وصدقوني هنشوف دلوقتي مع بعض ببساطة شديدة جدا ان الامر هو تكرار لما كان، ليس جديد تحت الشمس.
فاللغط الموجود صعب علينا قوي من بعد ما كسرت يعني نبرة الإلحاد أو سؤال الملحدين ما ذنبي في وراثة الخطية الأصلية، ما ذنبي في وراثة خطية آدم، هل ورثنا الخطية أم ورثنا فساد الطبيعة أم ورثنا الطبيعة الخاطئة، أيهما أصح، أم ورثنا الموت والفساد كنتائج للخطية؟ في الحقيقة في إصرار آبائي وتعليم كنسي وتاريخي وكتابي يؤكد أننا ورثنا الخطية وورثنا نتائجها. في لغط في مفهوم كلمة الوراثة، يعني كلمة الوراثة يعني تناقلنا الخطية، بناخدها بنولد بيها، وهل الكلام ده جديد؟ تعالوا كما تعودنا في حياتنا الأرثوذكسية لنا أعمدة في طريق إيمانها نستند عليها. هذه الأعمدة في كل عقائدنا نمرة واحد فيها إيه؟ الكتاب المقدس، مش كده؟ هناخد فكرة سريعة قوي على قد ما الوقت يسمح عن ماذا قال الكتاب المقدس عن الخطية. طبعا كان مفروض ان احنا نقرأ سفر التكوين، انا واثق انه قريتوه مئات المرات ومفهوم كويس قوي، كيف خلق الرب الاله ادم ترابا من الارض ونفخ في انفه نسمة حياة فصار ادم ايه؟ نفسا حيا. وبعدين عطاله كل الامكانيات وكل السلطات وقال له من جميع شجر الجنة تأكل ما عدا شجرة معرفة الخير والشر، وأخطأ الإنسان وأكل، وهنا بدأت العقوبات وانفصل الإنسان عن الله وفصل الإنسان نفسه عن النعمة الإلهية. وعايز أقول شوية تعبيرات كده ريت نركز فيها هي تنفعنا بعد كده. نحن انفصلنا عن النعمة بطردنا من الفردوس بأكلنا من الشجرة. احنا بنتكلم دايما حتى بطريقة الجمع، دايما كلنا بنتكلم بشكل الجمع، أكلنا طردنا عصينا كل جبلنا خلقنا القداس البسيلي كله. احنا انا عايز اقول ما يطمئني على فكر الكنيسة اننا نصلي العقيدة في كل يوم ونصليها في كل قداس، لكن على رأي نيافة أنبا رفائيل يعني ومن قريب كنا مع بعض بنتكلم في حاجة تخص الموضوع ده، فقال لي اديني عقلك يا ابونا، ازاي الكاهن او الشماس او حد بيعلم بعدم توريث الخطية او ان احنا يعني ما ولدناش بالخطية او غيره او تورثنا الطبيعة الخطأ، يوعز ويقول يا جماعة دي فكرة غلط وانسوا اللي عرفتوه من 2000 سنة ومن فضلكم احنا ما ورثناش الخطية، تمام؟ ويلتفت نحو الشرق ويقول في القداس الغرغوري حتى على الأقل أو البسيلي، أو البسيلي يا الله العظيم الأبد. انتوا عارفين صلاة الصلح مباشرة بعد العظة، خلص العظة والمجد لله دائما أبدين أمين، يا جماعة ما ورثناش الخطية، وبعدين يا الله العظيم الأبد الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته. وبعدين ننقل تاني على القداس الغرغوري لما بنقول فأكلت بإرادتي غرس واحد نهيتني أن أكل منه، مش كده؟ فأكلت بإرادتي وحدي وتركت ناموسك عني وتكاسلت عن وصاياك. أنا اختطفت لي، هو لسه أبونا كنت بتقول لنا ما ورثناش، اللي بتقوله ده هو الواحد بقى اتنين ولا واحد؟ ده انفصام، حالة من الانفصام. فاللغط الموجود حول معتقد له خطورة كبيرة جدا. الخطورة تتضمن في أننا لنا مثلث عقائدي ماشيين تعتمد عليه إيمان، يعتمد عليه إيماننا المسيحي كله. ثلاثة، نمرة واحد الخلق، لنا إيمان بالخلق ولا هو أسطورة؟ لنا إيمان بالخلق ولا دي براميثيا يعني؟ لنا إيمان. نمرة اثنين السقوط، سقطنا، الوحي المقدس قال كده. نمرة ثلاثة الفداء. ثلاثة دول المنظومة الثلاثية دي
لو وقع عمود منها يتهد المبنى كله لا سمح الله يعني. فالخطورة مش في صفصصة الكلام وسهولة التفكير. السؤال السهل، طب وأنا ذنبي إيه؟ يا سيدي هنشوف دلوقتي القديسين قالوا إيه. على رأي القديس كيرلس هنستعجله، حاضر بنفسه باستمرار كده، عمود الدين يقول لك الجزع، الجزع الشجرة فسد ونحن الأغصان. طب وإذا جزع الفاسد هيطلع أغصان إيه؟ الطبيعة نفسها متوارثة بالفساد، الطبيعة نفسها متوارثة بالخطية، الطبيعة نفسها خلاص بقت عرفت معنى الخطية وشقت طريقها في هذا الخط. عشان كده سفر التكوين يقول في تكوين 6 وصعد شر الإنسان إلى إيه؟ إلى السماء. إيه شر الإنسان؟ عارف إزاي؟ وهكذا في كل مرة، وأهل نينوى وغيره وسدوم وعمورة وأحداث كثيرة جدا. تعالوا نرجع لكل معتقد يهمنا. احنا لنا سند اسمه الكتاب المقدس. ماذا يقول الكتاب؟ هل نحن مع لقتنا بالخطية؟ وفي فرق بين الخطايا الفعلية والخطية الأصلية. خطية الأولى يعني خطية آدم، الخطية اللي هي كلنا بنتوارثها بمفهوم فساد الطبيعة أو الطبيعة الخاطئة. طيب الكتاب المقدس قال إيه؟ تعالوا نشوف، كلنا حافظين آيات معروفة قوي لكن نفكر بعض بيها. المزمور 50 مثلا، لما داود النبي بيقول هنذا بالاسم صورت وبالخطية حبلت بي أمي، حبلت بي أمي، الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ طب الكلام ده وحي مقدس ولا مش وحي مقدس؟ يعني لما القديس بولس الرسول في الرسالة الأولى لتيموثاوس صحاح 3 وعدد 16 لما بيقول لأن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر كي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. كل الكتاب يعني باسس غرفاس all scriptures، كل الكتابات، كل الكتاب من أول سفر التكوين زي ما حددته الكنيسة إلى نهاية سفر الرؤيا. فداود النبي بيقول وبالخطية حبلت بي أمي. طب الخطية ولدتني أمي، في ترجمات تانية سواء حبلت أو ولدتني المعنى واحد، لكن البعض يقول هنا لو لم نرس فساد الطبيعة والطبيعة الخاطئة بهذه الولادة، وما لزاي داود بيقول بالخطية؟ هل أخطأت فقط والدة داود؟ هل سمع أحد كتابيا أو تقليديا أنها أنجبته من الزنا؟ حاشا، حصلش. هو نفسه شهد وقال عبدتك وأمتك عن والدته هو. كمان لو كانت زنت أو أخطأت أو ولد داود بالزنا، كان الحكم والشرع والناموس كانت لابد أن ترجم. برافو عليكم، وهذا لم يحدث. إذن بالخطية ولدتني أمي، ده مش تعبير الأب فلان ولا الأستاذ فلان ولا أبونا فلان ولا الأنبا فلان، ده تعبير الوحي المقدس، كلمة الله المقدسة. فلما كلمة الله المقدسة تقول يستد كل فم، بمعنى أنه إحنا اللي محتاجين نفهم. ما يصعب علينا في السفسطة هو أن إحنا مش قادرين نفهم. فهم الكتاب المقدس يحتاج إلى روح الصلاة، ويحتاج إلى روح الله، ويحتاج إلى شرح إلهي في داخلنا. نحن كتبت شريعة العهد الجديد على قلوبنا مش بس في لساننا. اللسان ده تعبير عن الفكر اللي احنا بناخده. فالوحي المقدس بيقول كده وبالخطية ولدتني أمي. وبعدين شوفوا في تفسيرات الآباء، قديس أمبروسيوس يفسر الآية، احنا لسه ما دخلناش الآباء، احنا هنمشي على الأقل 3 أو 4 أرجل هنمشي عليهم، آسف التعبير يعني، أعمدة، أساسات الكتاب المقدس، الآباء، المجامع المسكونية. مش ده اللي همنا؟ كل عقيدة بناخدها من هنا. تعالوا نفتش في كتابنا وتاريخنا وأبائنا مجامعنا قالت إيه. في تفسير النص ده بالذات وبالخطية ولدتني أمي، بيقول القديس أمبروسيوس ليس حبل بلا خطية حيث لا يوجد والدان لم يسقطا. ولم يسقطا منين؟ ما هي من السقطة
الأولى وتوارثها. قديس أغسطينوس طبعا عليه كلام دلوقتي، أنا بس محوش شوية لما نسخن شوية نقول قديس أغسطينوس وموضوع يعني. فبيقول هل ولد داود من زنا وقد ولد من يسة؟ ده بيت يسة، البيت لحم اللي دور عليه داود في آخر الدنيا وتعب عشان يوصل له واختاره من بين إخواته الستة ولقاه هو اللي صالح أمام الله. داود نفسه قبل ما نطلع منه في مزمور 14 وفي مزمور 53 وفي رمية 3، ما يتنسوش آية واحدة مكررة في الثلاث شواهد، لأن الجميع قولوا معايا ها زاغوا وفسدوا وعوزهم ليس من يعمل صلاحا. طيب سفر الحكمة اللي احنا بنصليه في أوشية الراقدين وبنقول له يا رب لا يتزكى أمامك مولود ايه ولو كانت حياته، يعني غير مبرر أمامك لو هو لسه نازل من الرحم حالا، لو في لحظة مفيش حد هيتولد بلا خطية. النص اللي هو في سواء في مزمور 50 أو 51 بحسب الترقيم، طبعا ده موجود وده موجود، نص مزمور 14 نص مزمور 53 53 مزمور 14 ونص رمية 3، الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. النصوص الكتابية طبعا باختصار شديد، إشعياء يا ما صرخ من الخطية وقال حمل أسامنا وخطايانا حملها، في إشعياء 53 لما يقول يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت زراع الرب، نبت قدامك فرخ وكعرق من أرض يابسة لا منظر ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، مش كده؟ أسامنا حملها وأوجاعنا تحملها وهو ومسحوق لأجل أسامه تأديبه وبحبره تأديب سلامنا وبحبره شفينا، مش كده؟ كل النبوات دي عن شخص المسيح الذي يحمل الآلام ويحمل الخطايا ويحمل الأسام. إيه هي الأسام وجات منين غير من مصدر اسمه الخطية الأصلية؟ تفسيرات الآباء على المقطوعات الكتابية كتيرة ما هيش قليلة، لكن أنا بحاول أمشي مع حضراتكم بس على قد ما الوقت يسمح. في أيوب 14 يصرخ أيوب ويقول أأخطأت ماذا أفعل لك يا رقيب الناس؟ لماذا لا تغفر اسمي وتصفح عن ذنبي؟ أأخطأت، شايل هم الخطية. وطبعا هو اللي صرخ في مرة تانية وقال أليس من مصالح يضع يده على كلين، دي قضية الفداء بقى، أليس من مصالح يحط رؤوسنا جنب بعض يضع يده على كلينا ويصالحنا؟ يعني طبعا خلصت زراعه لنفسه إذ لم يجد من يخلص، كل ده موجود ومشروح في سفر أيوب. إذن يا أحبائي باختصار إشعياء بيقول عصيت وأنا في البطن، عصيت وأنا يعني خالفت وأنا في البطن. جبت منين يا إشعياء الكلام؟ لأنه هو مولود بالعصيان، مولود بالخطية، مولود في الخطية. وعايز برضو إحنا بنتكلم ناخد شوية تعبيرات أرجوكم دققوا فيها عشان أصحاب الفلسفات أو أصحاب تنميق الألفاظ أو الهروب من مع المجادلات ياخدوا خدوا بالكم. في فرق بين لما نقول أخطأنا مع آدم أو أخطأنا في آدم. نحن أخطأنا في آدم، أنا لم أكن شريك فعلي لكن كنت شريك في داخله في صلبه، وده اللي هيوضحه النصوص الكتابية. وبالمرة نقولها دي ونكمل النصوص الكتابية بتقول ايه. كيف ورثنا الخطية؟ مع السؤال انت بتقول ورثته كيف ورثناها؟ شرحها القديس بولس الرسول اندايركت بطريق غير مباشر، وقال في مثل زي يا جماعة ما تبقى تورث هتقول ذنب ايه، يقول لك طب ما انت كما ورثت الخطية ونتائجها والفساد والموت اللي بتعاني منه كل اليوم. ده بولس الرسول بيصرخ ويقول في نصه الموت يعمل فينا كل يوم. يعني ايه الموت يعمل فينا؟ يعني بنموت كل يوم، مش موت الجهاد بس، لا
ده موت الجسد بالفعل بيولوجيا. شوف كم ملايين الخلايا اللي بتموت في جسمنا كل يوم او كل ساعة، ملايين الخلايا. الموت يعمل، شغال فينا. حد يقدر ينكر كده؟ انا بتكلم مش بالصورة كئيبة شوية او سوداء، لان بتكلم عن ظلمة الخطية، لكن عشان نعرف الاساس كان ايه، ونعرف نور المسيح وعمل النعمة وفداء المسيح قد ايه كان حلو، وقد ايه كنا محتاجينه، وقد ايه ما نقدرش ننكر الوضع السيء الذي كانت فيه البشرية. فالنصوص الكتابية اللي بتؤكد هذا المعنى ايضا في كورنثوس الاولى 15، قديس بولس الرسول بيتكلم بقى عن الفرق بين الطبيعة الفاسدة والخاطئة والطبيعة الحلوة اللي احنا هنقوم بها في قيامة الاموات. فقل انه كما في ادم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا الجميع. فكنا متنا في ادم، يا ادم موتا تموت، ومات وانفصل عن النعمة، وبالتالي بدأ يموت بالفعل جسدانيا. لم يخلق آدم يا أحبائي بالطبيعة الكاملة بمعنى الكمال الإلهي، لأنه لو خلق بالطبيعة الكاملة بالكمال الإلهي فستكون طبيعته غير قابلة للموت، وبالتالي يبقى ربنا بيناقض نفسه لو قال له موتا إيه، ما الطبيعة مش هتقبل. لكن هو مخلوق بطبيعة كمالية نسبية، أو كتايكونة ثيول، هي بحسب صورة الله، على صورة ربنا. نخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا. لكن لما إحنا نقترب من الله ونتمجد معه ونفرح بوراثة النعمة وراثة الخلاص وورث مع المسيح ورثينا كل شيء، حاجات جميلة قوي، حلوة قوي، لكن ما توصلنيش لدرجة الإلوهية حتى منذ الخلق. يعني حتى في فداء المسيح لنا، حينما أعادنا للطبيعة الأولى، أعادنا للطبيعة الكاملة بالنعمة، لأن احنا كنا انفصلنا عن النعمة فتشوهت الصورة ففسدت الطبيعة، فكان لابد أن يأتي الفادي زي ما قال القديس أثناسيوس الرسولي ويعيدنا إلى أو يصلح فساد هذه الطبيعة. عشان كده كان لابد أن الله حتما يتجسد، ومفيش غيره ينفع. كلنا عارفين شروط الفداء أو شروط الفادي اللي حضراتكم حافظينها وذكرها قديس أثناسيوس في كتاب تجسد الله أو تجسد الكلمة. في رسالة كورنثوس الأولى لما بيشرح كده بيعلق عليها عن النص ده العلامة ترتليانو، بيقول إن كان آدم هو رمز للمسيح فإن نوم آدم هو رمز لموت المسيح، وبالجرح في جنب المسيح يرمز للكنيسة أم كل حي بالحقيقة. قديس أغسطينوس بيقول برضو بالحقيقة جلب الإنسان الموت لنفسه، أنا جلبت على نفسي حكم إيه؟ الموت، أنا اللي شديته النفس. هو القديس غريغوريوس اللاهوتي أو الثيولوغوس هو بس اللي بيقول كده؟ طب ويحكي ليه بصورة الجمع؟ بيجمعنا ليه كلنا؟ بنصلي ليه كلنا؟ ده القداس الغرغوري ده حكاية، ده شارح لكل حاجة، ده مش محتاج حوار، اللي يفهم القداس ويتأمل فيه. ده رد قاطع جدا على من يناقضون هذا الأمر. الباقي مثلا من شواهد العهد الجديد على سبيل المثال، يعني النهاردة ان رسالة أفسس 2-3 بيقول القديس بولس الرسول وكلنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. خلي بالكم الكلمة بإيه؟ بالطبيعة، كتفيس هنا بحسب الطبيعة، طبيعة اللي هي طبيعة مين؟ طبيعة آدم. نحن ولدنا بعد الطرد، نحن ولدنا في حالة الموت، نحن ولدنا في حالة الخطيئة. البعض يقول لك ورثنا الحالة ماشي، ورثنا الخطية ماشي، ورثنا الطبيعة الفاسدة ماشي، ورثنا الموت، ولدنا في هذه الحالة. فالطبيعة وكنا أبناء الغضب، في حالة غضب الله علينا نتيجة المصير اللي احنا اخترناه لنفسنا. وكنا بالطبيعة، يعني الطبيعة البشرية، الطبيعة الآدمية، طبيعة آدم وبنيه، كنا أبناء الغضب كالباقين أيضا. ما قالش ليه بولس الرسول وأنا مالي؟ لأننا كنا فيه،
وعشان كده هكمل جزئيه اننا كنا في صلب ادم حينما اخطا. ده تعبير اثناسيوس الرسولي. البعض طبعا خدوا قداسه البابا شنوده وعلم بيه، ما جابوش من عنده، والتعبير ده اصلا مش بتاع القديس اثناسيوس بس، التعبير ده كمان بتاع بولس الرسول نفسه لما حب يشرح ان الكهنوت اللاوي تبارك من كهنوت المسيح في العهد الجديد، او من رمز كهنوت المسيح نفسه. فالحدث موجود في ثلاث مواضع ليس اكثر غالبا، في سفر التكوين اصحاح 14، وفي رسالة العبرانيين اصحاح 7 يتكلم عن شخصية ملك صادق، وفي المزمور 110 انت هو الكاهن على طقس ايه؟ ملك صادق، الرب عن يمين الى اخر. كل بنقولها في قراية الانجيل في حضور الاب البطريرك او الاب الاسقف. النهاية لما بيتكلم عن شخصية ملك صادق، ايه اللي حصل مع ملك صادق؟ كلنا عارفين، بس بذكركم بسرعة. كان ابونا ابراهيم راجعا من كسرة الملوك الخمسة وفرحان، فقابله ملك صادق وجعان، قدم له خبز وخمر اللي هم رمز ذبيحة العهد الجديد او الجسد والدم في العهد الجديد. وبعدين ابونا ابراهيم خد الخبز والخمر وقبل ان يقدم العشور لمين؟ لملك صادق، وبارك ملك صادق ابراهيم. وبعدين في العبرانيين 7 اللي ما فهمناهوش في تكوين 14 شرح القديس بولس في العبرانيين 7، قال يا جماعة الاصغر يبارك من مين؟ من الاكبر. ليه بقى؟ لان لاوي كان في صلب ابراهيم حينما باركه ملك صادق. فاللعنة او الخطية او البركة ليست امورا مادية، ليست بيولوجية، وارجوكم خدوا بالكم من التعبير برضو، ليست بيولوجيا، الوراثة ليست بيولوجية، لكن كما نرث اللعنة نرث البركة، هي امور معنوية مش مادية. ولو وقعت في المادية هتدخلنا في هرطقات وبدع الكنيسة برضو تحدتها وقاومتها وقاومة الفلاسفة اللي كانوا بيعلموا بالشكل ده. فالقديس بولس الرسول بقى لما بيشرح بالوحي المقدس وبفكر روح الله الكاتب الحقيقي لكلمة الله، ويقول لاوي كان في صلب مين؟ كان في صلب إبراهيم حينما تبارك من ملك صادق، فاعتبر ان لاوي تبارك ايضا من مين؟ من ملك صادق، واعتبر ان كهنوت العهد الجديد يبارك كهنوت او اقصر سمو وعلو، لانه هو طبعا الحقيقة بقى المنتظرة بدل الظل الذي كان، بدل الرمز الذي كان. فتعبير حتى كان لاوي في صلب ابراهيم، اذا كانت كل البشرية الى اخر مولود قبل مجيء المسيح الثاني، كل البشرية كل بني ادم كانوا في صلب ادم حينما اخطأ، وطردنا في ادم، ونقدر نقول واخطأنا فيه ان لم نكن معه بالارادة الشخصية، لم تكن الخطية ارادة شخصية، لكن كنا فيه حينما اكل من الشجرة او خالف. مين يقدر ينكر كده؟ والقديس زي ما بقول لكم هتشوف نشوف دلوقتي كيرلس عمود الدين يقول يا جماعة الجزع بتاع الشجرة فسد، فهتكون الاغصان ايه؟ نحن الاغصان، ما احنا منه. ازاي بقى نقدر نفهم كنا في صلب ادم؟ طب ولو ادم مش موجود كنا هنيجي منين؟ كلنا ولاد ادم كلنا. وهنا هنيجي للفكرة بقى، كانت حتمية الكنيسة او قانون الكنيسة يحكم على كل مولود ان يعتمد. طب وهي دي فكرة الكنيسة؟ الاباء هم اللي شرعوا؟ يعني ملهاش موجود في الكتاب المقدس؟ طب تعالوا ابسط نص واول نصوص معمودية العهد الجديد في يوحنا 3 لما المسيح بيتكلم عن المعمودية، قال ايه؟ حضراتكم حافظين احسن من قولوا، ان كان احد، ها مين الاحد ده؟ ان كان اي انسان كان، ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر، يعني كل احد بايه؟ بنفسه. وعشان كده كانت هذا التعليم ما هوش الرأي الشخصي، ما هوش رؤية، ما هوش تفسير، ده نص المسيح بفمه الطاهر، ومن اراد ان يقبل فليقبل، يعني ده تعليم المسيح. نحن
أو لا تتكون عقيدتنا في فم شخص ولا في فم أحد الآباء ولا في فم أحد أيا كان، دارس باحث لاهوتي، كل المصطلحات الحلوة اللي بنسمعها، رتبة كهنوتية، الكنيسة ليست عقيدتها ملكا للسان شخص على الإطلاق. كنيسة العقيدة ملك الكنيسة، وأي تعليم خارج جسد الكنيسة مفروز بيفرز نفسه، ما نقلقش بيفرز نفسه. عشان كده النصوص لما بولس الرسول يقول كنا بالطبيعة، ونفهم يعني ايه كنا في صلب آدم بحسب الطبيعة الإنسانية. طبعا في تفسيرات ورؤى كثيرة، انا يعني الوقت يداهمنا، لكن الأب دوراثيوس مثلا من غزة يفسر في النص ده يقول ايه على هذه الآية، يقول بالخطية نطمس ما يخص شبهه فينا. كلام كبير حلو قوي الآباء. لذا صرنا تحت الموت كقول بولس الرسول، كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا، إذ خلقنا الله على شبهه وهو متحنن على خليقته، وشبهه صار إنسانا لأجلنا، وقبل الموت وقبل الموت عوضا عنا، الموت العوض عوضا عنا ليقودنا نحن الأموات. أخذ بس خط أحمر عشان الناس اللي بينكروا وبيتنكروا لمسألة الموت النيابي أو مات عنا أو مات نيابة عنا، يقول لك دي ده لاهوت القرون الوسطى. لا، ده لاهوت الآباء الكبار والآباء الأولين، ونص ناس يسألوا، بس ده مش موضوعنا يعني، على أساس أنه جه في القول دول. ذهبي الفم قال كلام كتير، لكن القديس أثناسيوس كمان في كتابه في الفصل 20 بيقول إيه عن الأمر، يقول أنه لم يكن ممكنا أن يحول الفاسد إلى عدم فساد إلا المخلص نفسه الذي خلق كل شيء من العدم. خلقنا من العدم، ما كانش فيه، فهو صورة الآب على الابن يعني. ولم يكن ممكنا أن يلبس الميت عدم الموت إلا ربنا يسوع المسيح الذي هو الحياة. ولكن لما كان ضروريا أيضا وفاء الدين، الناس اللي بينكروا برضو الدين، وفاء الدين المستحق على الجميع، لأنه كما بيّنت سابقا بيقول قديس أثناسيوس، كان الجميع مستحقين الموت الذي من الأمر الذي من أجله كسب جوهر كسب جوهري جوهري حقيقي أتى بحسب الجوهر الحقيقي أتى المسيح بيننا لأجل هذه الغاية. طيب شاهد نمرة كام لو بتعدوهم، هنقول في رسالة غلطية 3:22 بيقول إيه في غلطية، لحسن يكون يعني ما فهمناش السابقين، لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطي الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. نقول النص ده تاني، لأن الكتاب أغلق على إيه؟ الكل تحت إيه؟ تحت الخطية. محتاجة شرح؟ هعديها. يقول كده في فديه القديس غرغوريوس النزيانزي، دعية لعنة من أجلي عن المسيح طبعا، هذا الذي حطم لعنتي صار آدم الجديد ليحتل مكان آدم الأول، وبهذا فقط يجعل عصياني عصيانه هو بكونه رأس الجسد كله. المفهوم العالي ده كلام كبير قوي، بما أن المسيح رأس الجسد فأنا كمان خده أكتر من مفهوم في قول واحد، عصياني أنا المسيح شاله عني فأصبح كأنه عصيانه، هو عصياني أنا. طب وانت قديس غرغوريوس انت فين؟ انت جيل كام من آدم؟ ده عصيان آدم، أنا مالي؟ أنا ماليش دعوة، ما ذنبي؟ لك لا، عصياني أنا، أكلته، ها، خرجته، أنا بإرادتي بس في آدم، حتى لو لم أكن في وقتها بالشكل اللي أنا بيه دلوقتي. قديس أيضا البابا أثناسيوس الرسولي في تجسد الكلمة بيقول فالله إذ خلق الإنسان قصد أن يبقى في عدم فساد، أما البشر فإذا احتقروا ورفضوا التأمل فالله واخترعوا ودبروا الشر لأنفسهم فقد استحقوا حكم الموت. النص ده فيه غلط؟ ها؟ في حاجة مش مفهومة.
تعالوا نتساءل فيها. هو النص مظبوط، الترجمة مظبوطة، آه. ما قالش ليه بدل البشر آدم، أما آدم، قال أما البشر. ده أثناسيوس، عارفين كلمة أثناسيوس دي طبعا، احترامنا الكبير لابونا أثناسيوس يعني. لكن أثناسيوس ده الله، يعني مش لاقي كلام أقوله. أثناسيوس لما يتقال أثناسيوس قال حاجة كبيرة قوي، أوميجاس أثناسيوس. أثناسيوس ده جريت، العظيم، ده اللقب ده نادر، ده زي حاجة كده انترناشنال، كله يختلف في قضايا كثيرة، لكن الكل يرجع لأثناسيوس، كل يرجع لكيرلس عمود الدين. نحن كنيسة اسكندرية ومدرسة اسكندرية تفخر على العالم كله، مش لان احنا اسكندرانيين او اقباط او مصر، لا، لانه فعلا دول كانوا قادة الايمان وعظماء الجيل اللي كتبوا. قال اما البشر، هو انت يا أثناسيوس ما قريتش سفر التكوين كويس ولا ايه؟ احد الاباء ابهرني بملحوظة هامشية موجودة في كتب الروم الارثوذكس، وبعدين وهو بيتكلم عن وراثة الخطية قال يا جماعة ده معلمش بيها غير أغسطينوس، عشان أغسطينوس النص اللي كان عنده غلط، يعني نخطئ نص الكتاب في أيام أغسطينوس، عشان رأيي أنا اللي قبلته مفيش وراثة خطية يبقى صح. طب ادي أثناسيوس بيقول بلاش بلاش أغسطينوس، ده قبل أغسطينوس وعنده النسخة المظبوطة. أما البشر فإذا احتقروا ورفضوا التأمل فالله واخترع ودبروا الشر لأنفسهم فقد استحقوا حكم الموت. هو حكم الموت كان على مين؟ مش كان على آدم؟ يبقى اللي صار على آدم صار على كل بني آدم، يوم تأكل منها موتا تموت. واللي مش عايز يصدق يوصل بس لحد المدافن كده يشوف الناس بتموت ولا لا، يمكن ده مش مكتوب يعني، وضع للناس أن يموتوا ها مرة ثم بعد ذلك. ده احنا نشكر الله في إيماننا وتفسيرنا ان احنا في اتنين بس ما ماتوش من الأنبياء او من رجال الله، أخنوخ وإيليا، والاتنين في سفر الرؤية ما رحمهمش، جه برضو في الآخر وقال لك ايه هينزلوا وهيقتلهم مين؟ ضد المسيح الأنتيكرايست، وبعد كده يكون مجيء المسيح مش كده؟ هيموت، وضع للناس، ده حكم الله. هل ليس إذا مكتوب عنه في سفر العدد ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم؟ هل يقول ولا يفعل أو يعد ولا يفي؟ ده ربنا، ده ربنا. فلما قال الإنسان موتا تموت ما كانش آدم لوحده، ما قلتلوش أنا ما عرفكش، ما هو لما ولدني ولدني تحت هذا الحكم. وعارفين زي إيه؟ مع فرق التشبيه، أب اتحكم عليه بالسجن وبعدين خلف أولاده في السجن مثلا، يعني هيطلع، ما هو هم في السجن، الأسرة كلها في السجن، فلما بيخلف بيخلف في مكانه، وإحنا كلنا كنا في داخل تحت هذا الحكم اللي هو حكم الموت أو حكم فساد الطبيعة أو الطبيعة الفاسدة. القديس كيرلس الأورشليمي بيقول كلام حلو بس ربط دي بالمعمودية، مش وقته دلوقتي، لكن هقول لكم المقولة دي في نص سطر. إذا اعتمدتم في المسيح ولبستم المسيح تصيرون على شكل ابن الله، ده في التجديد يعني في بركات الفداء يعني. النص بقى الذي يحتاج إلى شرح كبير قوي اللي هو نص القديس بولس الرسول في روميا 5:12، قضية محسومة تماما من 12 ل 19، القضية ها محسومة، هناخد منها بعض الآيات. قال ولكن كما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس ها إذ أخطأ الجميع. جميل، بس دي الترجمة البيروتية. النص اليوناني بقى بيقول إيه على إذ أخطأ؟ إف أو أوميغا، إف يعني الذي فيه، هي إذ أخطأ الجميع صح مش غلط يعني بتتفهم، بس ممكن واحد يقول لك إيه
ما إذا أخطأ يعني الخطايا الشخصية اللي هي خطايا الناس الشخصية، لكن مش الخطية الأصلية. لكن دقة النص F.O. أمارتسان، كل أخطأ فيه الذي فيه أخطأ الجميع. تدارك للترجمة دي، ومن وقت مبكر ربنا ينيح نفسه نيافة الحبر الجليل مثلث الرحمات الأنبا غريغوريوس، وذكر الترجمة دي في النصوص اللي هو مستشهد بيها في كتاب القيم الروحية في سر المعمودية. هو ليه جزئين كانوا الكتب القديمة غير الموسوعات اللي طبعا أعيد الطابع وكده، لكن بكلمكم حتى أنه على الأجزاء اللي كانت موجودة. فالذي فيه أخطأ كما بخطية واحد، كما بإنسان واحد. مين هو الإنسان الواحد؟ آدم. مش ده كلام الروح القدس؟ كما بإنسان إيه؟ واحد أخطأ، دخلت الخطية. هو بولس ما كانش مركز ولا إيه؟ طب يمكن في الخمس ست سبع شواهد اللي عدوا ما خدش باله. هنا بقى الأمر مكشوف تماما. كان نفسي يكون النص قدامنا، أو ممكن تبصوا فيه، بس مش هنبص فيه ده، احنا هنحفظه. هنحفظه كما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم. هنا الكوزموس اللي هو عالم البشر، دخلت الخطية إلى العالم بشرية. وهكذا اجتاز. ليه ما قالش اجتازت الخطية؟ بيشرح ده بولس، بيشرح بيقول ان الموت ده متساوي عنده، انه موت ايه؟ موت الخطية. كانت الخطية خطية الموت، والموت موت ايه؟ موت الخطية. يا جماعة هي مش تلاعب بالالفاظ، ده ايمان، ده حياة. الوحي المقدس شرحها تماما وكاملا. عشان كده بيقول لنا المسيح في كل يوم فتشوا الكتب. انا ليه ادور على فلسفات وعلان وفلان وفلان وعلان؟ يعني مواسيب الكتاب، افتح الكتاب. هو دي مش داعي يعني. هو اللي يقول لك دور في الكتاب ما بقاش ارثوذكسي؟ لا، ازاي؟ احنا المصدر الاول بتاعنا الكتاب. ده احنا اكتر ناس انجيليين واكتر ناس كاثوليكيين بالمفهوم الجامعي للكنيسة، واحسن ناس ارثوذكس مستقيم الرأي برضو. فنحن نجمع، نحن أساسنا الإنجيل، وحياتنا الأرثوذكسية، وإيماننا كاثوليكي. غلط الجامعي. مش بنقول في قانون الإيمان وبكنيسة واحدة مقدسة مية كاثوليكي كأبوستوليكية إكليسية، ولا هنغير كجامعة الشبكة الجامعة من كل نوع. مسألة مش حكر في المصطلحات، مسألة إيمان وحياة. ففي هذا النص القديس بولس الرسول شرحه باستفاضة، وبعدين بقى علق عليه مين بقى؟ يطلع من القديس بولس يروح يمسكه القديس كيرلس عمود الدين يشرحه لنا تاني. قلت ايه قديس كيرلس؟ تعالوا اسمعوا. يقول لبلاديوس في حواره مع بلاديوس كده، يقول لبلاديوس كيف يمكن للمرء نصا يعني أن يؤمن بأن هذه الحياة التي أخذها المسيح هي لأجلنا؟ آسف، ده بلاديوس اللي بيقول يعني للقديس كيرلس. فالقديس كيرلس يجاوبه ويقوله في الحوار، سوف تفهم هذا بسهولة جدا عندما نتفكر في أننا صرنا، خذوا النص، صرنا شركاء مخالفة آدم، صرنا شركاء عصيان آدم. البارافسي اليوناني كلمة بارافسي، مخالفة، عصيان، كل دي تعبيرات لنفس الكلمة. فعندما نتفكر أننا في أننا صرنا شركاء مخالفة آدم لخطية آدم، ومن جراء أخطائه عقبنا، احنا شركاء وتعاقبنا معاه وتعاقبنا برضو بسببه، كل ده صح، حدش يقول لك غلط، كله صح. طيب إذ طالت اللعنة الجميع، يعني لما ربنا قال لآدم ملعون الأرض بسببك، ما احنا كلنا اللي موجودين على الأرض امتدت اللعنة. عشان كده إذ طالت اللعنة الجميع والغضب امتد على نسله. ايه الكلام الصعب ده؟
طب هو مش في خروج 20 بيقول في الوصايا العشر بيقول ايه بقى؟ بيقول وانتقم من الاباء في الابناء في الجيل الثالث ها والرابع من مبغضية، مش كده؟ وانتقم من الاباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. بس خد بالكم، حد يطلع كده دارس عهد قديم كويس وشاطر يعجبني يقول لي طب ما في سفر حسقيال بيقول بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون، والآية اللي قبلها بتقول لأن الأب لا يرث من إثم الإبن والإبن لا يرث من إثم الأب، بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. إيه الفرق؟ القصة إنه في خطايا إحنا بندفع ثمنها لأننا كنا في آدم اللي هي اللعنة والموت والفساد والطبيعة عام، لكن الخطايا الشخصية الإرادية أو بمحض الإرادة هي اللي كل واحد فيها، لأنك ستعطي كل واحد حسب إيه؟ عمله. الفكر متكامل، عهد قديم عهد جديد، آباء مجامع كنيسة إيمان حياة، محدش بيجيب حاجة من عنده، بس ان احنا نفهم بس المكتوب، وده في رد قوي على كل ما يحاول ان يعني ينال من قضيتنا وقضية ايماننا او خلاص نفوسنا. عشان كده يا احبائي القديس كيرلس نص يقول ايه، نرجع له تاني، اصطالت اللعنة الجميع والغضب امتد على نسله. نسل مين؟ قولوا معايا يا احبائي، نسل مين؟ انا عارف ان انا اخرتكم وحققكم عليا، دي خطيتي يعني، انتوا بتدفعوا ثمنها دلوقتي، هدينا في مجال الحياة العملية فمعلش مشوار طويل برضو. لذلك تنازل وحيد الجنس، الله على تعبيرات القديس كيرلس، كلمة المونوجينيز بقى لوحيد الجنس تعبير كبير، وأخضع ذاته لله لله الآب وصار إنسانا وسكن بيننا، لأنه يقول وأطاع حتى الموت، موت إيه؟ يعني قديس كيرلس وهو بيشرح نص رومية 5 عارفين استشهد بايه؟ بفيليب 2:8. يبقى اذا قوة الاباء وعمق الاباء كانوا في تعمقهم وفهمهم السليم لكلمة الله الكتاب المقدس. يقول يكمل بقى، ما هي النتائج عصيان الكل؟ خدوا بالكم يعني ايه قديس كيرلس، اسألوه ما هي نتائج عصيان بين قوسين مين؟ انا لو هكمل ادم، ما هي المتجلبن الوحيد، ما هي نتائج عصيان ادم؟ قديس كيرلس راح كتب ايه؟ الكل، لان الكل في مين؟ اهو جدعان حبيبي، وعصيان كل واحد على حده. يبقى خذ الخطية الأصلية، أن التجسد الإلهي في قضية الفداء، التجسد كي يمحو أو يغفر أو يكفر عن الخطية الأصلية، وبعدين الخطايا الفعلية لكل واحد، الخطايانا كلنا. يبقى هنا فرق بين الاثنين، ما حيا نتائج عصيان الكل آدم، وعصيان الكل ده اللي هي إيه؟ الخطية الأصلية، وبدليل انه بيكرر وعصيان كل واحد على حدة، وبهذا قد خلصنا. يعني غفر الخطية الجدية الأصلية، وبعدين غفر ايه؟ خطايانا اللي هي نتيجة برضو او توارث الخطية الاولى. قديس بولس الرسول بيأكد في عدد 18 و19 من اصحاح 5 ويقول اذن كما بخطية واحدة، كما بخطية ايه؟ قولوا معايا، ما انا مش هأخركوا غير 3-4 ساعات، بس قولوا معايا اذ كما بخطية واحدة صار الحكم الى جميع الناس. مين الخطية الواحدة دي؟ بتاعتنا دلوقتي الفعلية، خطية الاولى. هكذا ببر واحد، العدالة اللي هي الناس اللي بتقول لك طب وانا ذنب ايه؟ اقول لك اهو بولس حلها لك، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة، لأنه كما بمعصية، يشرح تاني بقى اللي مش فاهم، كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، كما بمعصية
آدم جعل الكثيرون خطاة، هكذا أيضا بإطاعة الواحد اللي هو المسيح سيجعل الكثيرون أبرارا. مبروك عليكم. في أحسن من كده؟ المسيح عمل كل قضية الفداني عشان خاطر الخطية الأصلية بالدرجة الأولى، وبعدين جات منها الخطايا. هو احنا كان هيبقى في خطايا فعلية لو احنا ما وقعناش في الخطية الأصلية؟ احنا امتى عرفنا المرض وعرفنا الشر وعرفنا الخطية وعرفنا النجاسة وعرفنا الشهوات وعرفنا قديس كيرلس بقى بيقول ايه؟ أرأيت لبلاديوس برد كيف أن الإنسان الذي طرد بسبب عصيانه صار مقبولا بالتبني عندما نال البركة من خلال المسيح بشركة الروح القدس. العمل الثالوث هنا في الفداء، ما كيرلس ده عايز تفسير كمان، الذي سمح أن ينسكب بغنى علينا، والذي لم يمنحه للقديسين جزئيا بل وضعه داخلنا بكل كماله. لذا يجب أن نكون رحماء لأننا خلصنا بالإيمان وليس من أعمال البر التي نفعلها، لأعمال الناموس أو أعمال البر أو أعمال الرحمة الأخ، لكن بفداء المسيح. هنا أحبائي عشان كده جاي موضوع كبير قوي، بس هكمل لكم الحتة ديت. شوفوا القديس كيرلس بيقول في نقطة حساسة برضو، يقول عندئذ أبطل العداوة التي فصلتنا عنه، فاتحدنا فيما بيننا ووجدنا السلام باختيارنا مرة أخرى، إذ قبلنا وصاياه وسلكنا حسب الروح، بواسطته وبه صرنا شركاء الطبيعة الإلهية. ويجيب الشاهد بتاع القديس بطرس رسالة تانية الإصحاح الأول عدد 4، يقول في الوحدة دي ربطنا المسيح لأنه قال مرة للآب، أدي الفداء بقى، ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك ليكونهم أيضا واحدا فينا. يوحنا 17. ده كتاب السجود والعبادة بالروح والحق، مترجم وموجود. قديس كيرلس بيقول إيه بقى؟ عن الفداء والخطية برضو، لو لأنه كان من اللائق أن يردنا الرب إلى الفرح بهذه الطريقة، لأنه بمعصية آدم اللي هي الخطية الأولى الذي هو بكورة الجنس البشري صار الحكم للعالم كله أنك تراب وإلى التراب تعود، وقيل للمرأة بالحزن أو بالوجع تلدين أولادا. يقول فكان نصيب المرأة بواسطة العقوبة هو كثرة الحزن، ولذلك كان من الضروري أن ذات الفم الذي أصدر الحكم هو نفسه الذي يرفع ثقل اللعنة القديمة. اللعنة القديمة اللي هي الخطية الأولى برضو، وهو المسيح مخلصنا الذي يمسح الآن الدموع من عيون المرأة بل بالحرية من كل النساء. الناس اللي بيقولوا كيرلس معلمش ما قالش، ده بند تاني بعد ما نخلص الآيات الكتابية. طيب القديس كيرلس أو القديس بولس الرسول بيقول في موضع آخر، فإذ قد تشارك الأولاد اللي هم إحنا في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعطي أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية، واستشهد بعبرانين 2:14. الحقيقة النصوص الكتابية في رومية 5 وكل النصوص السابق ذكرها كلها سواء من عهد قديم أو عهد جديد بتؤكد حتى بشروحات الآباء على النصوص دي، ودي موجودة ومتوفرة، بتؤكد أن المسيح خلصنا من الخطية الجدية أو الخطية الأصلية. في ملحوظة بس كده في النص عايز أضيفها ومش عايز برضو أطول عليكم كتير. الناس اللي بيقولك أصل دول الأباء الشرقيين ودول الأباء الغربيين، وإن أغسطينوس هو بس القديس أغسطينوس، يعني ما رضيش يقوله عليه القديس، بيقولك المطوب، يعني المطوب أغسطينوس هو بس اللي علم بالموضوع ده، على أساس أنه كان في حوار كبير بين أغسطينوس وجيروم، اعتبروها جزء.
تقديمي برضو أو فرشة للموضوع، إنه أدى نصوص الكتابة هي، فقبل ما ندخل للآباء كان في إيه المشكلة؟ الكنيسة الأولى كلها كانت شعارها في القرن البداية الثاني وبعد قيامة المسيح نص الثاني من القرن الأول، ماران آسر رب قريب، يلا كله يخلص، كله يجي الإيمان، كله يسيب النجاسة وعبادة الأوثان والحياة الأممية ويجي يتبع المسيح وينال الخلاص. تمام، اتنقلت الفترة دي إلى بدع بدأت تنتشر شوية، بداية من بدعة التهوت إلى جماعة الغنوصيين اللي فرقوا، والأبيونيين والمانيين الأخ فرقوا بين عالم المادة وعالم الروح، قالوا أن الجسد شر في حد ذاته، وقالوا أن المادة شر وإلى آخره، واستصعبوا أن يأتي المسيح بالجسد. ودي البدعة اللي حذر منها القديس يوحنا في رسائله، وقال إن كان أحد لا يؤمن أن المسيح قد جاء في الجسد، كل من لا يؤمن أن المسيح قد جاء في الجسد فطبعا مش هينال الخلاص أبدا. يعني ما إيه الموضوع؟ أنهم كانوا بيقولوا أن عالم الروح ده عالم قداس، عالم المادة ده عالم نجاس، فكيف لله الكلمة اللغوس أن يتحد بمادة الجسد والجسد ده نجس أو شر أو خطية؟ فطلعت منهم جماعة سموها جماعة كمان الدوسيتيين أو الدوسيتيزم. الدوسيتيزم دول علموا بالخيالية أو الجسد الهيولي للمسيح الخيالي اللي ما هوش مادي. طبعا كل ده مرفوض، أنا بس إيه بقول حاجة كده عشان نوصل لفكرة. بعد كده هننتقل، الكنيسة اهتمت او الاباء الشرقيين عموما، ودي تقسيمة جديدة ان احنا نقول اباء الشرق واباء الغرب. كانت الكنيسة حتى منتصف القرن الخامس كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ففيش حاجة كان اسمها الشرق والغرب والتقسيم ده، احنا بتوع او العلماء الباترولوجي او الدراسات هم اللي قسموا، فبقى في شرق وغرب. حتة ان احنا قسمنا الاباء كانت الكنيسة واحدة، مين ينكر ديت؟ شرق بحسب الجغرافيا وغرب بحسب الجغرافيا، لكن كان الفكر واحد، بدليل لما كانت تقوم مشكلة انكار لاهوت المسيح كل الكنيسة في انحاء المسكونة تنتفض ويجتمع 318 في مجمع ايه؟ نقيا، ويطلع فز كده زي القديس أثناسيوس ويقاوم البدعة ويرد ويفهم، قصة كبيرة. وبعدين الآباء بقى كانوا بيدافعوا عن القضية تهمهم أكتر، خريستولوجية المسيح أو الخريستولوجي. الخريستولوجي اللي هو انتهى فيه أو كان يبرز في القرن الخامس في خلق دنيا موضوع طبيعة المسيح، وفي أفسس وفي مجمع احنا قلنا نقيا لاهوت المسيح، وبعدين القسطنطينية وأفسس 431، وبعدين كمجامع مسكونية غير المكانية خلق دنيا 451. تمام، فكانوا الآباء مهتمين بالقضايا اللي بتنتشر على الساحة. طلع بقى في بداية أو في فترة بداية القرن الخامس بدأت تنتشر بدعة بيلاجيوس. فبيلاجيوس علم أو تأثر بأنه الإنسان قادر على أن يخلص بنفسه وعنده المقدرة على كده، وأنه ما هواش محتاج لحاجة. فلما يقولوا له يا بيلاجيوس أنت تؤمن أن الإنسان ورث الخطية ومولود بالخطية، فدي هتعجز الفكر عنده هترد عليه، فقال لك لا خلاص يبقى الإنسان مش ورث الخطية. عارفين بيفكرنا في إيه؟ أدي نظام المبتدعين. يعني مارتن لوثر ان عزل من الكنيسة الكاثوليكية، هو كان راهب واكيد كان ليه كهنوت وبتاع، فبيمارس سر الكهنوت، اعتراف وتناول وزواج وكل امكانيات الكاهن. طيب عزل مارتن لوثر من الكنيسة وملوش الامكانية، شلح، بدأ يقول ايه؟ خلاص يبقى كل الاسرار دي مش موجود، كل الاسرار دي مش مظبوط، كل الاسرار دي خلاص لغى الأسرار. تقول له طب رسالة يعقوب فيها كلام عن عقائدي، عن الكهنوت وعن سر مسحة المرضى وعن الإيمان والأعمال وعن وعن، يقول لك دي رسالة قش، يعني احرقوها ما تستاهلش أكتر من كده. بالسهولة دي يا مارتن لوثر؟ بالسهولة دي؟ كله ده عشان ايه؟ ضد فكره، هي دي القضية.
فكان بيلاجيوس يعلم بنفس القصة انه الانسان لم يرث الخطية، وبالتالي لو الانسان مش ورث الخطية طب هنعمد اولادنا ليه؟ فمفيش داعي لمعمودية الاطفال. فالقضية يا احبائي ترجع الى بداية القرن الخامس او نهاية الرابع، على انه انعقد مجمع مكاني في قرطاجنة في شمال افريقيا وناقش القضية بتاعت بيلاجيوس، وطبعا كان موجود أغسطينوس لأنه أسقف مدينة هيبو في الشمال في قرطاجنة، فردوا عليه وانعقد مجمع كبير عدد كبير من الأساقف. ونيافة الأنبا غرغوريوس بيكتب بدقة شديدة جدا في التاريخ، عجبني قوي، يمكن من الكتب النادرة اللي كتبت النص ده، قال واستمر انعقاد المجمع أكثر من 6 سنوات. مجمع ياخد 6 سنين؟ المبتدعين كانوا مفتريين مش سهلين، وكانوا عنيدين، وكانوا أصحاب منطق، كلامهم سهل يؤخذ به. فاصحوا، الفكرة هنا انه ايه، احنا لازم نستفيد من عبرة التاريخ. يبقى الكلام اللي بيتقال النهاردة عن وراثة الخطية، ورثنا ما ورثناش، سيبنا كل حاجة ومسكنا في ورثنا ما ورثناش، خلاص خلصنا النسك وده احنا كل يوم عندنا شهداء دم بيشهدوا للعقيدة وللإيمان بدمهم، ده قاعد بتنخرب ليه في جدر الإيمان، ماسك منشار وبتقص ليه في جذع شجرة بقالها 2000 سنة، عايز توصل ليه؟ طب ما ورثناش الخطية، طب ماذا لو لم نرث الخطية؟ تعالوا نمشي معاه، بلاش مجمع خرطجنة وبلاش الحرمات الموجودة وشككوا في كل حاجة. لماذا تجسد المسيح؟ بما هيفدينا من ايه؟ ما كانش هياخد مصطلح فادي، ما نسمهوش الفادي، هيفدينا من ايه؟ الحجج بقى اللي بيتقال عشان برضه نبقى واعيين بالرأي والرأي الآخر، يقول لك موت المسيح ليجدد الطبيعة بتاعتنا ويعطينا، طب يجددها من ايه؟ انت وقعت في المطب تاني، يجددها من ايه؟ لا ده عشان يرفع من الموت ويدينا النعم والبركات والحياة الأبدية. طب ويرفع الموت من انت موت ليه؟ انت بتموت ليه؟ ده ابوك اللي مات آدم، انت مالك؟ ما انت بتقول انا مالي. انا اسف بكلمكم بطريقة حوارية اخوية، يعني معذرة لو اللفظ يعني ما يجيبش قوي يعني، فانا بس بفكر معاكم يعني عايزين نوصل ليه، نهدم قضية الفداء، نهدم ضرورة حتمية التجسد، نهدم ان احنا عندنا نصوص كتابية نلغيها عشان تستريح، ما تحذفوا الايات دي من الانجيل بقى، احذفوا من العهد القديم واحذفوا من العهد الجديد، واطلع بحج على رومية 5 كلها شكك فيها زي ما انت عايز. وبقى الى متى؟ احنا من القرن 18 كنيسة الكتاب المقدس عارفين الصخرة اللي فعلا كل يوم تتجدد وتتمجد وتعتلي وتسود على العالم، مدارس نقدية غربية بتهدم، تحاول تهدم، لكن لم تنال ولن تنال منه شيء، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى كل سيف ذي حد وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ وكاشفة أفكار القلب ونيات، عبرانيين 4:12. إذن لو لنا إيمان بالوحي المقدس نحن، تقول لي الطبيعة الخاطئة زي بعض ماشي سيدي، تقول لي فساد الخطية ماشي، ورثنا الخطية ورثنا الموت ورثنا نتائج، ده نتائج الخطية، لا الخطية ونتائج، ودينا شفنا الآباء وشروحاتهم وهنشوف تاني، مش هنسيبكم الليلة، تدوني 5 دقايق ولا كفاية؟ ها؟ أنا عارف إن أنا أخرتكم، تدوني 5؟ طيب احسبوا لي 5 دقايق ونختم على كده. القديس أثناسيوس، أنا أرجوكوا مش تقروا كتاب تجسد الكلمة، أرجوكوا ذكروه يتقرر يعني والترجمات كتيرة ما هيش قليلة وموجودة يعني متوفرة. الناس اللي هم عشان بس ناخد على الأقل نص كارتاجنة او الحرمات بتاعت خرطجنة في 418، المجمع بدأ 412، يعني تلاقوا في كتب يقول لك مجمع خرطجنة 412 صح، 416 صح،
418 ما تشككش فيه. ليه؟ لأن هو كان انعقاد إيه؟ دائم الست سنين اللي قال عنها وجماعها نيافة الأنبا غرورس، لكن ده كلام تاريخ يعني. بيقول بقى في قرطاجنة: إن قال أي إنسان أن الأطفال حديث الولادة لا يحتاجون إلى معمودية، ما احنا لو مورسناش الخطية هنتعمد ليه؟ أو أنهم يجب أن يعتمدوا لغفران الخطايا بالمعنى الشمولي يعني، لكن ليست فيهم أي خطية أصلية موروثة من آدم لابد أن تغسل بحميم الميلاد الجديد، وفي حالتهم هذه لا تؤخذ صيغة المعمودية أنها لغفران الخطايا بطريقة حرفية إنما بطريقة رمزية، فليكن محروما، لأنه وفقا لرومية 5:12. النص اليوناني اللي بيقوله القديس كيرلس بقى السكندري بيقول كده: اوتو كي اسمن تيس ان افام كتارس كليرونوماني كليرونومي، كليرونوموس اللي هو وارث، كليرونومي بالجمع وارثين، ها هذا لفظ الوراثه، بس كتارس اللي هي اللعنه، وارثين اللي هي لعنه ايه؟ من غير فلسفه، ما هي لعنه الخطيه، ما هي لعنه ايه؟ جت منين؟ اسمها ايه؟ لعنه الخطيه. بيقول النص بقى القديس كيرلس: وهكذا صرنا نحن ايضا وارثين للعنة في آدم، اللي هي إن آذام في آدم. الآباء كان عندهم دقة لاهوتية عجيبة، إن آذام ما قالش معه لكن قال في آدم. هو في فرق، أنا قلته بس هكرره تاني، مع يعني وجودك الشخصي، إرادتك الشخصية، لكن في كنا فيه، و طبعا تلطخنا او حصدنا النتيجه معا يعني، لاننا بالتاكيد يقول القديس كيرلس لم نعاقب كاننا عصينا معه الوصيه الالهيه. شوف التعبير، لم نعاقب كاننا عصينا معه الوصيه الالهيه التي استلمها، ولكن لانه صار مائتا فقط نقل اللعنه الى البذره التي ولدها. كل البذور اللي كانت فيه دي السبرمتا كلها كانت فيه، فنقل إليها اللعنة. نحن أموات لأننا نبعنا ممن هو مائت، مولودين من المائت اللي هو آدم، مولودين من المائت. قديس كيرلس يقول مقولة تانية، والقديس كيرلس على فكرة الناس اللي بيعترض يقول لك أصل أغسطينوس كان مهيمن على مجمع قرطاجنة فما بتاخدوش بكلامه. ماله أغسطينوس يا أخو؟ أنا عايز يعني ما قديس في الكنيسة وليه مفهومه وليه رأيه، وزي بقى القديسين كل وإحنا، أنا قلت في بداية الكلام لم يكن أحد الآباء معصوما من الخطأ مهما كان، إلا داخل دائرة الكنيسة وجسد المسيح أنهم قبلوا الإيمان ومعتمدوا ومحدش اعترض عليه، لكن لو وجد رأي لأحد الآباء في القرون الأولى ومعارض لإيمان الكنيسة هنقول له لا، أنت خارج الرأي ده، خارج الدائرة، رأيك الشخص أنت حر، الكنيسة كان موقفها يعني أنت حر، لكن إجماعية الكنيسة وإجماعية الآباء هي دي الحكم أو الفيصل في القصة. قديس كيرلس كان موجود أيام قرطاجنة، واعتمدوا ما حدث في قرطاجنة في أفسس الثاني، واخدين بالكم؟ لانه كان في مجمعين خطيرين قوي قبل خلق الدنيا مباشره، 448 و449، والمجمعين دول اللي هم افسس والقسطنطينيه، اللي حصل فيهم كل مجمع اعترض على الثاني واهان الثاني، والاثنين كان عليهم خلاف، فدول اللي ولدوا مجمع خلق الدنيا اللي حصل فيه اهانه واساءه للبابا ديسكوروس، وكانوا عايزين ينشروا مساله الطبيعتين والمشيئتين الذي سلمت كذي وفيس. قديس كيرلس بيقول ايه في نفس الزمن: لذلك تعقدت الطبيعة البشرية، تعقدت مع مرض الخطية خلال معصية انسان واحد، يعني في الخطية بتاعت ادم تعقدت الطبيعة مع مرض الخطية انسان واحد وهو ادم نصا، وبهذه الطريقة صار كثيرون خطاة، ليس كأنهم تعدوا مع ادم، ولكن لأنهم من طبيعته التي سقطت تحت ناموس
الخطيئة. مرضت الطبيعة البشرية بالفساد في آدم بسبب عصيانه، وبهذا دخلت الشهوات. طب يستشهد بمين؟ قديس بولس الرسول يقول: وكتب القديس بولس يقول: المسيح افتدانا من لعنة الناموس، صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة، في غلطية 3:13. يقول: وكتب أيضا، بيستشهد بمين؟ قديس بولس الرسول، أدي الأباء. فإذن كما بخطية واحد صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. قديس أثناسيوس الرسولي نص واضح كده، هقراه لكم بسرعة أو اتنين ونختتم بيه، عشان أكيد في أسئلة ولا حاجة أو تروحوا حسب ما يشوفوا تسابونا أثناسيوس وحضرت. لأن آدم حينما تعدى، قديس أثناسيوس، بلغت خطيئته إلى كل إنسان. شوفوا النص: لأن آدم حينما تعدى بلغت خطيئته إلى كل إنسان، وحينما صار الكلمة إنسانا هزم الحية وبلغت قوته العظمى إلى كل البشر. خدوها باليوناني في النص الأصلي، يقول إيه: أسبرغار تو أذام بارافان بارافاندس إسباندس أنثروبوس إفتسن إي أمرتية، وصلت الخطيئة. اوتو كيريو جينومينو انثروبو كتون اوفن اندربساندوس اسبانداس انثروبوس اي تي افتي اسخيس ذيا فيزيتي عصا. يعني بلغت القوة بتاعتها العظمى الى كل البشر. ويستشهد بالقديس بولس في كورنثوس الاولى 15:22، وده المثل اللي خده منه قداسة البابا شنودة، اللي هو سبط لاوي وإبراهيم، أو مباركة ملك صادق لأبونا إبراهيم. يقول قديس أثناسيوس تاني: المسيح قدم ذبيحة نفسه كفادي، يعني نيابة عن الجميع، مش آدم بس، فنيابة عن الجميع يعني إيه؟ كلنا أخطأنا، نيابة عن الجميع. السلم هيكله للموت عوضا عن الجميع، لكي يحرر الجميع من الخضوع للمعصية الأولى. ناس يقولون: الاباء ما قالوش الخطيه الاولى، الاباء ما قالوش المعصيه الاولى. ادي أثناسيوس العظيم بيقول من الخضوع للمعصيه الاولى. واللي عايز الشواهد موجوده، ونصوص انجليزي ويوناني موجوده. مش هقول لكم اغسطينوس، عشان بيقولوا ده اغسطينوس يعني كان بيقاوم جيروم، وقال له يعني يا جيروم، القديس جيروم رد على بيلاجيوس لما طلع في انكار وراثه الخطيه، وقال له: إن كنا لا نرث الخطية فلماذا نعمد الأطفال؟ نمنع معمودية الأطفال؟ طب ولو منعنا معمودية الأطفال هتبقى مسألة كتابية؟ هتبقى مسألة إيمانية؟ طب شوفوا الأطفال، من إن كان أحد لا يولد من الماء والروح في تعليم المسيح، شوفوا سفر أعمال الرسل، ليديا وأهل بيتها، كرنيليوس وأهل بيته، سجان فيليب والذين له، كله والأطفال، كل معمودية. مال دول كانوا غلط؟ الكنيسة الأولى كانت غلط؟ أرجو يا أحبائي أننا لا نتأثر بكل ما هو جديد حسب مفهوم. ولنا مقولة حلوة قوي قالها لنا قداسة البابا شنودة الله ينيح نفسه، قال: كل شيء جديد خذوه بحذر شديد، ما لا يتفق مع كلمة الله، ما لا يتفق مع تعليم الآباء، ما لا يتفق مع المجامع المسكونية. عارفين اللي بيعلم بعدم توريث الخطايا أو فساد الطبيعة أو نتائجها أو الموت أو بيقع تحت طائلة مجمع قرطاجنة والحكم وحرمانه. قال كده نصا صريحا. مين يقدر يعمل كده؟ ومين يقدر يعلم بكده؟ والمصلحة مين؟ لهدم الفداء، لهدم القضية، لإنكار تجسد المسيح، لإنكار خلاص الأبد المقدم مجانا. المسألة محتاجة فهم أو عمق فهم للموضوع، وأنا حاولت أختصر على قد ما قدرت يعني. فأرجو أن احنا نكون وصلنا لمفاهيم ما هي الخطيئة الأصلية، كيف وصلت إلينا. أيضا ليست هي مادية، ليست هي انتقال بيولوجي موجودة في خلية، ناس علمت كده وناس قالوا لا ده في الاسبرما موجود عشان كده العذراء وولدت بدون حاجات كتير كده، يعني الموضوع كبير قوي. لكن على قدر ما
أتيح الوقت من أدلة كتابية أو أدلة آبائية، آباء الكنيسة الأولين ومجامع أيضا حسمت الموضوع، مش لسه يتحسم النهاردة. ربنا يبارك حياتكم، أشكركم على تعبكم، لإلهنا المجد والكرامة أنا أبداً. شكرا أبونا العلامة الدكتور مرقص مرجان، أشكرك كتير على يعني أغنيتنا. أبونا هيقرأ الأسئلة ديت، أنا في أسئلة خاصة بالبترولوجي في دقيقتنا جاوبها يكون أبونا قرأ الأسئلة ديت. اتفضل يا أبونا. لا ده أوتسك أستاذ في كل حاجة. في سؤال بيسأل بيقول هل في تناقض في تعليم الآباء في مسألة وراثة الخطية؟ ايه اللي عمل التباين؟ هو مش في تناقض، بس عايز اقول على حاجة مهمة جدا، ان لا توجد نظرية، خلي بالنا الكلام ده نحفظه، لا توجد نظرية نظامية في تفسير الخلاص يعني، لكن توجد صور ونماذج لتفسير العقيدة، فما فيش اما او، ممكن يبقى كليهما لان دي بارادوكس. وزي ما قال ابونا ان في اذا كان في تباين في وجهات النظر، نقدر نقول بالنسبه للتعليم البترولوجي او الاباء في حاجه اسمها تعليم الاباء اللاتين اللي هم بتوع الغرب، كان يعالج قضيه الخلاص من منظور قانوني تشريعي، فكان بيركز على واحد الخطية، اثنين الذنب، ثلاثة الغفران. أما آباء الكنيسة الشرقية فكانوا ينظروا إلى معالجة قضية الخلاص من منظور أنتولوجي يعني وجودي، فكانوا ينظروا إلى قضية الخلاص أنها مرض، أنها حياة، أنها موت، أنها حياة، أنها مرض، أنها شفاء. فهو ده منظور تشريعي قضائي عند آباء الغرب اللاتين. أما آباء الكنيسة الشرقية فكانت هناك معالجة أنطولوجية، إن الخطية هي الموت، هي الفساد، والخلاص هو الشفاء والغفران. آباء اسكندرية بالمناسبة جمعوا بين المنظورين مع بعض، معرفش إيه اللي طرح القضية ديت وفجر قضية وراثة الخطية بالصورة الصعبة ديت في الكنيسة، لكن احنا الكنيسة عالجت وراثة الخطية وقضية الخلاص معالجة قيمة جدا، ومن خلال رؤيتنا للقديس اقوال بابا أثناسيوس والبابا كيرلس عمود الدين. في واحد بيسأل بيقول يعني ايه خطية جدية؟ المقصود بيها خطية الجد، جاية من الجدود، النسل الأول، الجنس الأول، الجذر، عشان كده سموها خطية، خطية جدية جاية من الجد. في سؤال تاني بيقول هي القصة دي للدرجة دي عاملة كل الوجع الدماغ ده على الفيسبوك وفي المحاضرات؟ أقول لك أيوة، لأن القضية دي تتعلق بثلاث عقائد مهمين جدا. واحد الخلقة الكوزمولوجي، اثنين الأنثروبولوجي اللي هو الإنسان، ثلاثة الفداء. الفداء اللي هو فيه العقيدة بتاعت الستريولوجي والكريستولوجي بتاع طبيعة المسيح. فطبعا الموضوع الأمر متشعب يحتاج إلى دراسة ومعالجة. أننا جميعا كنا في آدم، ولو تلاحظوا صيغة الجمع في القداس في الليتورجيا القديس باسيليوس، خلقنا وجبلنا ووضعنا ونفينا وسقطنا، فكلنا كنا في آدم. والخطية بتاعت آدم ديت أنتجت السقوط والموت والخطية والفساد، وآدم الأول كان سبب في السقوط والموت والفساد، فجاء آدم الثاني الجديد بكر الخليقة الجديدة، رأس الخليقة المفتداة الجديدة، فعالج الخطية بالبر
وعالج الموت بالحياة، وعالج السقوط بالغفران، مش كده؟ ونظرية الانجماع الكلي اللي بيتكلم عنها معلمنا بولس الرسول في أفسس، واللي بيتكلم عنها القديس إيريناوس، اللي هو رأس جديد قضيب جديد يستجمع الكل ويوحد الكل ويستقطب الكل ويؤلف الكل ويوحد الكل في شخصه. فكما أننا سقطنا جميعا في آدم، هكذا خلصنا جميعا في آدم الثاني الجديد. ولو لم نكن قد طالت طبيعة البشرية الفساد والموت، ما كان إذن حاجة للخلاص ولا لفداء المسيح. هي الأسئلة أعتقد أجيب عنها أثناء الكلام، لكن للتأكيد يعني حد بعت شوية تعبيرات بيقول معنى ذلك احنا نقدر نقول اننا ورثنا الخطية، ورثنا فساد الخطية، ورثنا نتائج الخطية، مولودين ونحن وارثون الخطية. كل هذه العبارات صحيحة، أليس كذلك؟ صحيحة، لكن نبقى فاهمين كل مصطلح معناه ايه بس عشان خاطر. وبنفس الطريقة برضو عشان ما نسويتش الامر بس، خلونا برضو نتكلم عن وراثة النعمة، ورثة الملكوت، ورثة المسيح. احنا بس عشان القضية دي اضطرينا ناخد الجانب السلبي فيها، لكن ما ننساش ابدا انه الصورة الصعبة دي عشان تعرفنا كمان بركات ونعم وفرحة الفداء العظيم والنعمة اللي احنا فيها، نعمة الخلاص وتجديد حياتنا للأبدية. في حد بيقول هل صحيح قول ان إن لم يخطئ آدم ما كان تجسد المسيح، وهل كان سيحدث التجسد بكل الأحوال؟ هي عبارة افتراضية أحبائي، قالها القديس أثناسيوس الرسول، قال ما يقول لهذا المعنى. الافتراض هنا إيه؟ يعني يقول لك كان المسيح سيتجسد حتما مهما حصل، حتى لو لم يخطئ الإنسان. عايز يقول إن في فكر الله السابق، وإنه في مقدرة الله الغير محدودة، وانه من عمل اللوغوس نفسه الكلمه هو التجسد، وان ده جزء من او جانب من الجوانب اللي هيكملها في ملء الزمان، او اللي هيعملها يتممها في ملء الزمان زي ما حصل. فكان لابد ان يتجسد الله، هي ايمانا بفكره التجسد وقيمه التجسد ايضا لغفران الخطايا ولفداء الانسان. فتقال القول ده على انه ده حصل وكان لازم يحصل مهما حصل، يعني تفهم بهذا المعنى. ما هي اللبش بتاع سيطوكية الاثنين؟ بيقول احد الاخوة الشمامسة، القطعة بتقول نص في القطعة في اللبش بيقول لأن أبانا آدم المخلوق الأول على صورة الله الخالق بمشورة حواء من الأولى أكل آدم من ثمرة الشجرة، فجاء على جنسنا وكل الخليقة سلطان الموت والفساد. نرجو التفسير، ما هو الموضوع مفسر، جانا الموت والفساد نتيجة الأكل من الشجرة، بس هنا شرح القصة ده شرحها أكتر. قال حواء أكلت وأعطت آدم وبعدين جانا احنا، لا جاهم هم في الاول واحنا اتولدنا منهم. ف واضح انه برضو في سؤال حلو ولانه بسيط وعميق، بيقول ايه ما المشكلة في الايمان بتوارث طبيعة الخطية فقط دون الايمان بتوارث خطية ادم؟ طب قول لي انت ايه الفرق؟ على فكرة احنا بنكرر كلام، يعني ايه طبيعة الخطية؟ اللي هي الطبيعة ايه؟ الخاطئة، مش كده؟ أو بمرات نسميها خطية الطبيعة، أو الطبيعة الخاطئة، الطبيعة الفاسدة، أو فساد الموت، أو فساد الخطية، أو حتى الموت، ده الموت نفسه بنسميه حتى في الوشية موت الخطية، مش كده؟ بنقول كده ولا يقوى علينا نحن عبيدك موت الخطية ولا على كل هذا حتى بنصليها، بنصلي العقيدة. ف طب وليه ما نقولش ان احنا ورثنا خطيئة ادم؟ ايه اللي فيها يعني؟ بس هو حط في ذهنك حاجة مهمة قوي، في فرق بين
وراثة الفعل بالإرادة الشخصية من وراثة الحالة، فنحن ورثنا الحالة كلها مش يعني انت ما كنتش معاه بشخصك فعلا واكلت، هو اللي اختار بإرادته واكل مش كده، لكن انا كنت فيه، فالحكم اللي وقع عليه وعلي. لما اتنقل للظلمة ولدت انا في الظلمة، لما اتنقل لحالة الخطية والفساد كنت انا اتولد بالخطية وفي الفساد، وهكذا زي كل الاثباتات الكتابية والابائية اللي مرينا عليها بسرعة. لقد اتى المسيح له المجد لتقديس طبيعتنا، طبعا جاء لتقديس طبيعتنا، وجاء لتبريرنا، وجاء لغفران خطايانا، وجاء لغفران خطية آدم، وفي لحظة ما قال قد أكمل على الصليب ذهبت روحه الإنسانية المتحدة بلاهوته ونزل إلى أسافل الجحيم. ها ونقرد آدم ومين؟ ما هو كانش وحده آدم، طب ما كان كفاية آدم، ما تعتبروش ان ده نص دليل برضو على القضية كلمة وبني، ما هو أخطأ آدم لوحده بني مر، فكان آدم وبني نفس المصير، وبالتالي المسيح خلص آدم وبني من نفس المصير ومن نفس الخطيئة. عشان كده إيماننا بالمعمودية نمرة واحد غفران الخطيئة الجدية، نمرة اثنين غفران الخطايا الفعلية. خد كل البركات للتقديس والتبرير ولبس البر والورثة مع المسيح، ورثة في ملكوت، ما بون عمال يصلي، خد كتاب الخدمات نفسه لأن نصوص الآباء الأقباط نقلنا من الظلمة إلى النور ومن الموت إلى الحياة، كل عمال أبونا يقول بس اللي يسمع. كل البركات دي والفعاليات نتيجة فداء المسيح من الجانب السلبي، غفران الخطية الأصلية أو الجدية، زائد غفران الخطية الفعلية السابقة المعمودية، زائد خد في الإيجابيات بقى مع كل البركات اللي وردت في العهد الجديد وفي كل تفسيرات الآباء. شكرا يا ابونا سانس. شكرا. شكرا يا ابونا كتير. تفضلوا نصلي، اخرناكم. بشكركم كتير على صبركم النهارده، واشكر ابونا على محبته. المجد لك يا رب، يا رب لك المجد، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب باركنا، يا رب نايح هما أمي. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كذلك على الأرض، خبزنا كففنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والمجد والآن محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد شركة وعطيت وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون مع جميعكم.